سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بك، الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. أقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال في مقدمة شرح البخاري، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، إلا أنه معتبر في حق من بعدهم. فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط، يعني البخاري رحمه الله تعالى أخرج للصحابة على النحو الذي ذكره الإمام الحاكم رحمه الله تعالى على قسمين. القسم الأول مثل ما ذكره الحاكم. إيه اللي ذكره الحاكم؟ إن يكون الصحابي يروي عنه تابعيين، اثنان من التابعين على الأقل. والقسم الثاني ربما تجد الصحابي لا يروي عنه إلا راو واحد فقط في بعض الأحاديث، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط، يعني ما فيش حديث أو قلما يأتي حديث أصل في الباب ولا يكون إيه من رواية صحابي يروي عنه تابعي واحد فقط، بل الأصل أنهم أو أنه يروي عن الصحابة الذين اشتهروا أو عرفوا، ويروي عنهم اثنان فأكثر. هذا هو الأصل في تخريجه أحاديث الباب. وقال الحازمي ما حاصله شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة. خلي بالكم بقى من الكلام ده، ده شرط البخاري. نسمع إيه شرط البخاري؟ شرط مسلم هيقوله. شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات، إسناد متصل، متصل فقط لا، ومتصل بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، يعني ليس أو لا يكفي أن يكونوا ثقات فقط، ولا يكون الإسناد متصلا فقط، بل البخاري له شرط آخر، إن هو الراوي يكون ملازما لشيخه ملازمة طويلة، ملازما لمن أخذ عنه. مثل إيه؟ مين مثلا؟ زي مالك عن الزهري، سفيان بن عيينة عن الزهري، هؤلاء لازموا الإمام الزهري ملازمة طويلة. في أئمة كبار رووا عن الزهري ولكن لم يلازموه ملازمة طويلة، زي مين؟ زي الليث بن سعد مثلا. الليث بن سعد إمام كبير ويروي عن الزهري، ولكن مع ذلك لم يخرج البخاري له في الصحيح، لم يخرج البخاري رواية الليث عن الزهري. ليه؟ عشان الليث بن سعد لم يلازم الإمام الزهري الملازمة الطويلة التي يستطيع من خلالها أن يميز جميع أحاديثه، وأن يميز بين الصحيح والسقيم منه. الإمام مسلم
روى للليث بن سعد عن الزهري، ولكن البخاري لا، البخاري لم يروي أو لم يخرج في صحيحه إلا من طالت ملازمته للإمام الزهري، زي ما قلنا إيه، مالك وسفيان ابن عيينة. فهو بيقول أهو: لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان، والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. يعني بيقول لك الكلام ده يحدث أحيانا، إن البخاري يتنازل عن هذا الشرط ولكن في أحيان قليلة، وهذا التنازل بيكون لإيه؟ لسبب أو لعلة، ليس هكذا مطلقا. إيه التنازل ده أو العلة دي بتأتي منين؟ زي ما قلنا قبل كده، إنه يكون الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول والعمل عليها وغيره وغيره. وهذا كما قلنا يحدث بصفة نادرة أو قليلة في الصحيح، في صحيح البخاري. هينتقل بعد كده إلى شرط الإمام مسلم. وشرط مسلم أن يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح. إذا هي كده العبارة صحيحة عندكم؟ من لم يسلم، ولا فيها اختلاف؟ إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، يعني هو في كلام في روايته، يعني ناس وثقوه وناس ضعفوه، ولكن يشفع له إيه بقى؟ طول ملازمته لشيخه، طول ملازمته لشيخه، أو أنه هذا الشيخ لملازمته فترة طويلة فصار ثقة فيه، ربما كان ضعيفا في غيره، ولكن هذا الشيخ بعينه لأنه قعد معه فترة طويلة ولازمه ملازمة طويلة فأصبح أو وثق في هذا الشيخ بعينه، فهؤلاء يخرج لهم مسلم في الصحيح، كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب، أيوب السختياني يعني. فهؤلاء حماد بن سلمة لم يلازم ثابت ملازمة طويلة، لازمه ملازمة طويلة، وإن كان بعض الإيه الأئمة تكلم فيه. ذكرش ايه اللي قاله على مسلم، لان شرط البخاري اعلى من شرط مسلم. لا، الا في النادر جدا، لكن مسلم هو ايه اهم حاجة عنده؟ ان الشيخ ده او الراوي ده لازم الشيخ مدة طويلة، حتى لو في كلام، حتى لو في كلام. لا، مش بيشترط هذا. وطبعا اذا جاء له او روى حديثا لراوي سلب من غوائل الجرح ولازم شيخه، هيقول لا؟ لن يقول لا، وسيروي حديثه. لكن احنا بنتكلم على الغالب في الصحيح مسلم، او هذا هو حده الذي لا ينزل عنه في صحيح مسلم. البخاري لا، البخاري لازم الراوي يكون ثقة من الحفاظ المتقنين،
بل الذين هم في الدرجة العليا من الإتقان. مسلم بيتنازل عن هذا الشرط بعض الشيء، وقال المصنف إن المراد بقولهم، المصنف اللي هو الإمام النووي رحمه الله، إن المراد بقولهم على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. يبقى هنا الإمام النووي يريد أن يقول إن معنى أن يكون الحديث على شرطهما أن يكون الرجال رجال الإسناد في الكتابين، وحيأتي بعد فترة أو بعض لحظات إن ليس هذا فقط هو الشرط، يعني مجرد وجود الرجال في البخاري أو مسلم أو في أحدهما أو في كليهما هذا يعد شرطا؟ لا، ولكن إيه هو الشرط؟ إن هما يكون يعني إيه يكون هذا الراوي روى عن هذا الراوي في الصحيح. لا يكفي مجرد وجود هذا الراوي في الصحيح، لا، بل يكون هذا الإسناد كذا بعينه ورد في الصحيح. فالحافظ ابن حجر هيضرب مثال بعد كده، مثلا بسماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك أخرج له مسلم، وعكرمة أخرج له البخاري. فما يأتيش واحد ويقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لأن سماك موجود عند مسلم وعكرمة موجود عند ابن عباس. لا، البخاري لم يخرج هذا الإسناد، سماك عن عكرمة عن ابن عباس ده لم يخرجه. واضح؟ يبقى لابد أن يكون الإسناد موجود إما في البخاري أو مسلم، ليس فقط الرواة، لا، الإسناد يعني فلان عن فلان عن فلان هكذا موجود في البخاري أو موجود في مسلم، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. الشرط ده هم ما اشترطوهوش في الكتاب، ما قالوهوش صراحة، ولكن العلماء عرفوا منين؟ من صنيعهما في الصحيح، لكن هم ما جوش قالوا احنا شرطنا كذا. البخاري ما قالش يا جماعة انا شرطي في الكتاب كذا، ولا مسلم قال انا شرطي في الكتاب في الصحيح كذا، لا، لم يقل هذا، وانما علم العلماء هذا من استقراء صنيعهما في الصحيحين. لم يصرح به، ولكن علم ذلك أيضا من صنيعه. وحتى إن العلماء، بعض العلماء قال إن كلام الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، بعض العلماء قالوا كده، ده هو يقصد به البخاري، أما قال إيه إن العنعنة محمولة على الاتصال، البخاري لأ، البخاري يقول لك العنعنة هذا هذه تفيد الانقطاع، إلا إذا ثبت رواية هذا الراوي عن شيخه ولو مر. مسلم يقول لك لا، مش لازم ان هو ايه يثبت ان هو روى عنه، بل يكتفي بمجرد ان الاثنين كانوا عايشين في عصر واحد، بالك. لا يعد،
لا يعد من شرط البخاري وليس من شرط مسلم. نعم هذا صحيح. ليه يفترقوا في ايه؟ طيب طب وهو قال ايه بعد كده؟ الملازمين لمن اخذوا عنه ملازمة طويلة، دي معناها ايه؟ انه التقى بيه وسمع منه وعاصره، بل قعد معه مدة طويلة. هذه الجملة تفيد كل اللي انت قلته ده. نعم. قال العراقي: وهذا الكلام قد أخذه ابن الصلاح، حيث قال في المستدرك: أودعه ما رآه، يعني الحاكم أودعه ما رآه على شرط الشيخين، يعني أودع الحاكم في المستدرك ما رآه على شرط الشيخين، وقد أخرج عن روايته في كتابيهما. طيب قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك. صنيع الإمام الحاكم في مثل هذا لما يخرج حديث ويقول هذا على شرط البخاري، ونجد أن فيه راويا لم يروي له البخاري، يبقى حاجة من الاتنين، أمران لا ثالث لهم. الأول إن الحاكم قال في المقدمة إن أنا أخرج رواية من هم مثل رواة الصحيح، يعني مش لازم يكونوا هم بعينهم، لا، أن يكون الراوي في مثل طبقة راوي الصحيح. وهيأتي بعد كده إن هو عمل أشياء مخالفة لهذا. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني إن هو يكون ظن أن هذا الراوي قد أخرج له البخاري في الصحيح، وفي الواقع أو الحاصل أنه لم يخرج له، هو ظن أو شك، ولكن هذا غير مطابق للواقع. هو اعتقد أن هذا الراوي قد أخرج له البخاري، فأخرج له في المستدرك وقال على شرط البخاري، فيبقى إيه؟ حدوث مثل هذه الحالة تحتمل أحد هذين الأمرين. قال: وليس ذلك منهم بجيد. قال بقى ايه؟ مين اللي قال؟ العراقي: فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، أو رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما أو أحدهما. فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم. يبقى ما حدش بقى يجي يقول ده إيه زي ابن دقيق العيد، إن هذا الحديث إيه ليس على شرط البخاري لأن هذا الراوي لم يخرج له البخاري. ده الكلام ده اللي بيقوله مين؟ الحافظ العراقي.
ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها. وفيه نظر، إيه اللي في نظر؟ هذا الاحتمال الأخير، إن هو كان يريد إيه بمثل هذه الأحاديث، لأن لو معنى إن بمثل تلك الأحاديث يبقى هي بمثل تلك الرواة. إيه المفهوم؟ طب الشطر الأول مفهوم؟ لا، اللي هو ايه، فقوله بمثلها اي بمثل رواتها. بيقول ويحتمل ان يراد بمثل تلك الاحاديث، يعني الاحاديث التي اخرجها البخاري هو اخرج مثلها. طب ايه معنى بقى مثلها؟ ان يكون الرواة اللي في البخاري هم الرواة اللي في الحاكم، الرواة اللي في الحديث الذي في البخاري هم نفس الرواة في الحديث الذي عند الحاكم في المستدرك. والعراقي بيقول وهذا الاحتمال ايه، فيه نظر، انه بعيد ان هو يقصد بمثل هذه الاحاديث، لا ده هو بيقول بمثل رواتها، فما نجيش احنا نقول لا ده هو بيقول بمثل الاحاديث، يبقى الاحتمال ده بعيد شوي. واضح؟ العراقي بيقول ايه، هو يريد احد هذين الامرين، والاحتمال الثاني ده بعيد. ايوه نعم، ده كلام العراقي. لسه بقى الحافظ ابن حجر ليه رأي تاني، هنشوفه دلوقتي. ده تفسيري أنا. لا لا لا، ده شيء آخر، ده احتمال، بس هو احتمال بعيد قوي، يعني احتمال هو الحافظ العراقي عاوز يعني ايه، يتأول كلام الحاكم بحيث ان هو يعني يجعله على الصواب بأي شكل من الأشكال. قال وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه، يعني يكون الرواة هنا مثل الرواة هنا أو أعلى منه عند الشيخين. وتعرف المثلية عندهما، طب احنا هنقول ان الرواة عند الحاكم مثل الرواة عند الشيخين، طب هنعرف المثلية دي ازاي؟ كيف نعرفها؟ اما بنصهما على ان فلانا مثل فلان، يعني البخاري يقول هذا الراوي اللي روى له الحاكم هو مثل فلان اللي انا اخرجت ليه، او ارفع منه يعني، او اعلى منه، وقلما يوجد ذلك. وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، كأن يقول في بعض من احتج به ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا بأس به، أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد عنهما أنهما قال ذلك أو أعلى منه في بعض من لا يحتجان به في كتابيهما. واضحة ولا غامضة؟ واضح؟ غامضة. يعني البخاري أو مسلم جه قال على راوي إن هذا الراوي ثقة، ماشي؟
وجه قال على راوي أخرج له الحاكم ولم يخرج له البخاري، أخرج له الحاكم وقال هذا الراوي ثقة، واضح؟ يبقى إذن هنا تحققت إيه؟ المثلية. البخاري قال على هذا الراوي ثقة، وقال على الراوي اللي هو عنده ثقة، يبقى الراوي اللي أخرج له الحاكم مثل الراوي الذي أخرج له البخاري، يبقى هنا هذا مثل هذا. يبقى أنا تحققت المثلية ولا ما تحققتش؟ تحققت. أي لم يخرج له. طيب تاني، الحاكم أخرج حديثا، هذا الحديث فيه راوي، هذا الراوي لم يخرج له البخاري، ولكن البخاري قال عن هذا الراوي أنه ثقة في كتاب التاريخ مثلا، في التاريخ الكبير أو الصغير أو أي كتاب، قال هذا الراوي فلان هذا ثقة، وهذا الراوي هو الذي أخرج له مين؟ الحاكم. طيب وفي راوي آخر البخاري أخرج له في الصحيح وقال أنه ثقة، يبقى هنا الحاكم أخرج لهذا الراوي الذي لم يخرج له البخاري عشان البخاري قال عنه ثقة، يبقى هذا الراوي عند الحاكم مثل هذا الراوي الذي عند البخاري، وضحت؟ بينما في الأمر الأول إنه بقى البخاري قال صراحة أن فلان مثل فلان، هذا الراوي الذي أخرج له الحاكم، البخاري برضو في موضع آخر أو في كتاب آخر قال فلان مثل فلان، كأن يقول مثلا، مثلا يعني مالك مثل سفيان مثلا، ومالك أخرج له البخاري في الصحيح، وهنفترض إن سفيان لم يخرج له في الصحيح ولكن أخرج له الحاكم، فجاء البخاري وقال سفيان مثل مالك، فيقوم الحاكم يقول أهو، طب ما هو ده مثل هذا، يبقى أنا هخرج له في المستدرك ويبقى على شرط البخاري، ده أنا بقول إيه فرض. سفيان بن عيينة أخرج له البخاري في الصحيح أيضا، لكن هذا إيه مثال يعني كافتراض. يبقى إما أن يقول هذا مثل هذا، أو يقول هذا ثقة وهذا ثقة. وضحت كده؟ لا، إيه العلاقة؟ لا، هيخرج ليه بقى، لأنه بيقول مثله، مش البخاري يا إما وثقه أو قال إن هذا الراوي مثل راوي عندي في الصحيح، فالحاكم هيخرج له ويقول هذا على شرط البخاري، فهمت؟ ثم يوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لا يحتاجان به في كتابيهما، فيستدل أي الحاكم بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتج به، لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.
وهذا أيضا بيبقى قليل، يعني سواء هذا أو ذاك، الاثنين دول يعني بيبقوا إيه، حاجة قليلة جدا. قلما تجد مثلا البخاري يقول عن هذا، عن راوي لم يخرج له في الصحيح أنه مثل فلان أخرج له، أو إن هو يوثقه وهو إيه لم يخرج له في كتابه، وموجود لكن مش بالكثرة اللي الناس بتظنها. لأن الإمام البخاري كانت ألفاظه حتى في الجرح والتعديل كانت إيه شديدة، يعني مثلا لما يقول فلان فيه نظر، ده معناه ان هو ايه ضعيف عنده، بعكس مثلا اي امام اخر لما يقول عن راوي فيه نظر يعني ايه محتمل انه يكون حسن الحديث او شيء من هذا. لا، البخاري لما يسكت او يقول فيه نظر او كده يبقى ايه هذا ضعيف عنده، فقلما يعني ايه او ليس بالكثرة المعهودة عن كثير من الأئمة إن الإمام البخاري مثلا إيه يوثق إيه راوي من غير الذين أخرج لهم في الصحيح. قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه. اللي بيقول كده برضو إيه العراقي، وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، لا يكتفون اللي هم مين؟ البخاري ومسلم، لا يكتفون بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال، يعني مش مجرد إن الراوي ثقة وإنه روى عن شيخه يبقى إيه يخرج له في الصحيح، لا، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها. الحتة دي عند البخاري ومسلم مهمة أوي، لابد إن يكون الراوي قعد مع شيخه فترة كبيرة. أو كونه في بلده ممارسا لحديثه، أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك. انتهى كلامه. يبقى كلام العراقي بيقول: ولكن هنا أمر فيه غموض، يعني كأنه عايز يقول إيه إن الشرط اللي قاله الحاكم ده يعني الموضوع ده يعكر عليه، هو انتصر أو حاول يؤول كلام الحاكم في الأول، وإن هو يعني يجد له مخرجا، ولكن رجع وقال بس الموضوع برضه مش واضح، لأن البخاري ومسلم بيشترطوا إن الراوي يروي عن شيخه، الذي يروي عن شيخه لابد أن يكون ملازما له مدة كبيرة، فبرضه هذا لا يتفق مع ما صنعه الحاكم، كأنه عايز يقول كده. الكلام بقى اللي جاي بتاع الحافظ ابن حجر كلام مهم بقى، نخلي بالنا ايه منه. وقال شيخ الإسلام: ما اعترض به شيخنا اللي هو الايه الحافظ العراقي على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم استعمل لفظة مثل في أعم من الحقيقة والمجاز. الحقيقة اللي هو إيه؟ إن يكون الراوي عند البخاري هو نفس الراوي عند إيه الحاكم، دي الحقيقة. المجاز هو إيه؟ إن يكون الراوي عند الحاكم
في نفس طبقة الراوي عند إيه؟ البخاري. هذا معنى الإيه؟ الحقيقة والمجاز. الحقيقة ده هو ده، المجاز هذا مثل هذا، مش هو لا مثل. نعم، المجاز بمعنى المثلية، اللي هو كلام الحاكم في المقدمة واللي قاله العراقي في الاحتمال الأول مش الاحتمال الثاني. والمجاز أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنعه، فإنه تارة يقول على شرطهما، وتارة على شرط البخاري، وتارة على شرط مسلم، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما. يبقى إذن الإمام الحاكم عنده إن اللي على شرط البخاري غير اللي على شرط مسلم، غير اللي بيقول فيه صحيح ولا يعزوه لا للبخاري ولا لمسلم. واضح؟ هذا غير هذا غير هذا. وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقي، يعني إن هذا الراوي هنا هو الراوي هنا، حتى يكون المراد احتج بغيرها، بغيرها عندكم احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرج عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري. طب ليه؟ قال لك فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما. يبقى اللي على شرط البخاري هيبقى على شرط البخاري ومسلم. طب لما هو اللي على شرط البخاري هو هيبقى نفس اللي على شرط البخاري ومسلم، ما كانش فرق بقى، ما كانش قال هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم، لأنه حوى شرط مسلم وزاد. يعني شرط البخاري ده حوى شرط مسلم وزاد. قال ووراء ذلك كله أن يروي إسنادا، أو أن يروي، يبقى يروى بقى إسناد ملفق من رجالهما، لأن لو قلنا يروي هيبقى إيه؟ إسنادا. كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، مع إن عكرمة موجود في البخاري وسماك موجود في مسلم. ومع هذا فليس الحديث الذي يروى من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، لا يصح أن نقول أن هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ليه؟ لأن هذا الإسناد بهذه الطريقة لم يوجد لا في البخاري ولا في مسلم، سماك عن عكرمة عن ابن عباس. واضح؟ لا هو شرط المسلم ولا البخاري، لا هذا ولا هذا. لأن أنت لو قرأت صحيح البخاري كله من أوله إلى آخره لن تجد فيه إسناد يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس. يعني
البخاري خرج لعكرمة عن ابن عباس، ولكن الراوي عن عكرمة ليس سماك، والعكس مسلم، مسلم روى لسماك ولكن ليس عن عكرمة. لا لا صحيح، افتراض، مش افتراض، ده واقع. ده لو بحثت في البخاري كله او في مسلم كله لن تجد اسناد يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس. لا، هذا السند ذكره الحاكم في المستدرك، ذكره الحاكم في المستدرك وقال انه على شرط البخاري ومسلم. ليه؟ قال لك ما هو سماك عند مسلم وعكرمة عند البخاري، يبقى على شرط البخاري ومسلم. لا واضح؟ نستطيع أن نقول هذا، إلا إذا أخذنا بكلامه في المقدمة اللي هو الكلام اللي قاله بقى الحافظ العراقي، فكأنه كأن الحاكم يعني إيه وضع اصطلاح جديد لنفسه ولا مشاحة في الاصطلاح، هو قال أنا هعمل كده، ولكن لما مشي في الكتاب فتجده في بعض الأحاديث بيخرج عن اللي قاله. لا، بعض الأحاديث رواه للبخاري ومسلم وبعضهم لا. طب يبقى إيه بقى؟ فمثلا في مثال أهو، إن الحاكم بيقول أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمر في الحاكم في المستدرك، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. الحاكم بقى بيقول إيه؟ صحيح على شرط مسلم. طب ليه على شرط مسلم؟ هو الحاكم بيقول برضه فقد احتج أي مسلم بأبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى هو جعل الحديث على شرط مسلم فقط عشان ان المسلم احتج بأبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. وبيكمل بقى بيقول ايه، وعامر بن يحيى مصري ثقة، والليث بن سعد إمام، ويونس المؤدب ثقة، متفق على إخراجه في الصحيحين. يبقى كأن الحاكم يعني عايز يقول إن الحديث يصلح أن يكون شرطا أو على شرط مسلم لمجرد أن مسلم أخرج لرواته في الصحيح من هذا الحديث أو من كلامه، يقول فلان أخرج له مسلم وفلان أخرج له مسلم وفلان أخرج له مسلم. لكن لما تأتي بقى لصحيح مسلم وتدور فيه وتبحث فيه هتلاقي إن عامر بن يحيى أخرج له مسلم رواية واحدة
عن حنش، ولم يخرج له عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن. وكذلك يونس بن محمد لم يروي عن الليث بن سعد في صحيح مسلم. وكذلك يونس بن محمد هذا رجل بغدادي، والليث بن سعد مصري، فحتى لو روى عنه لم يلازمه المدة الطويلة التي يشترطها كل من البخاري ومسلم. يبقى صحيح الرواة دول أخرج لهم مسلم في الصحيح، لكن بهذا الترتيب كده عن بعضهم لا، هذا لم يفعله مسلم. وهنا الحاكم بيقول إن فلان أخرج له مسلم وهذا فلان أخرج له مسلم، يبقى الحديث هذا على شرط مسلم. فالإمام الزركشي بقى بيقول واعلم أن ما اعتمده الحاكم في تخريجه أن يرى رجلا قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو حديثه في الصحيح، فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح. ده صنيع الحاكم. كلام الإمام من؟ كلام الإمام الذهبي على إيه؟ لا، اللي أنا بقوله ده اللي أنا قلته حالا ده كلام الإمام الزركشي مش الذهبي. ولذلك هتلاقي كثير من الأئمة يخالف الحاكم فيما ذهب إليه، لما يقول هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم يخالفه ويقول هذا ليس على شرط البخاري أو ليس على شرط مسلم. حتى الإمام الذهبي وإن كان برضو أحيانا يتبنى رأي الحاكم ويوافقه على ما ذهب إليه، إلا أنه كثيرا ما كان يخالفه. يعني كأن الإمام الذهبي يعني يوافق الإمام الحاكم في جعل أن الراوي إذا روى في الصحيح يبقى هذا من شرط الصحيح، ولم ينظر أيضا إلى من روى عنه ومن أخذ عنه، وهل هذا الراوي عنه أخذ عنه أو أخذ عنه لازمه مدة كبيرة أو لا. لا، هو بس مجرد أنه روى له في الصحيح. وأدق من هذا أن يروي عن أناس، يعني البخاري ومسلم يروي عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين. يعني هو الراوي ثقة ولكنه ضعيف إذا روى عن فلان بعينه، أما غير فلان فهو ثقة. ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال في هشيم عن الزهري. هشيم بمفرده هو ثقة، الزهري ثقة وإمام، ده كل واحد لوحده. لكن لما يجي هشيم بالذات يروي عن الزهري، العلماء يقولوا لا. طب ليه؟ اكيد في سبب هيقولهم.
كل من هشيم والزهري أخرجا له، فهو على شرطهما. هشيم أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكن ما أخرجوش هذه الرواية إن هشيم عن الزهري، لا دي ما إيه مش موجودة لا في البخاري ولا في مسلم. فيقال بل ليس على شرط واحد منهم. لماذا؟ لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري، هشيم عن راو آخر أو رواه آخرين، فإنه ضعف فيه. يعني هشيم إذا روى عن الزهري يبقى ضعيف. لماذا؟ لأنه كان دخل إليه، يعني هشيم دخل على الزهري. لا دخل أو رحل، ماشي تمشي تمشي كده وتمشي كده، معنى إيه يعني إيه مش هيبقى غلط لو قلنا رحل أو دخل. فأخذ منه 20 حديثا، الزهري حدث هشيم ب20 حديث، وراح واخد بعضه وخرج سابه ومشي في الطريق. فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من الرجل. يعني كل اللي كتبه هشيم عن الزهري الورق كله طار في الجو وهو ماشي في الصحراء، الأوراق ذهبت بعيدا وما استطاعش ان هو يلمها او يحصل عليها. فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه. الراجل اللي بيقول له ايه قول لي الاحاديث بقى اللي الزهري يحدثك بيها، فالورق طار مش معاه خلاص. فهشيم قعد بقى يفتكر من حفظه ايه اللي الزهري قاله له، ففي حاجات اصاب فيها وحاجات اخطأ فيها. فلذلك قالوا لما هشيم يروي عن الزهري يبقى الحديث ده ضعيف، لانه ربما يكون من الاحاديث اللي هو اخطأ فيها ونسيه. فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. يبقى خلي بالكم من النقطة دي كويس، إن مش شرط إن أنا أصحح الحديث عشان كل رواته ثقات. أهو المثال أهو، هشيم ثقة والزهري ثقة، ومع ذلك لما تخلي بالك بقى هل العلماء تكلموا في رواية فلان عن فلان ولا لأ؟ تكلموا يبقى الحديث فيه السند فيه ضعف. طب ده ثقة وده ثقة؟ بس في مشكلة أو في علة تجعل من هذا الراوي ضعيف في هذا الراوي بالذات، زي المثال اللي احنا قلناه دلوقتي. فدي نقطة تخلي بالكم منها جدا جدا وانتوا بتبحثوا في الأسانيد. كثير من الناس بقى خاصة المحدثين يبص على الأحاديث، ده ثقة ده ثقة ده ثقة، يروح خابط الحكم، يبقى الحديث أو الإسناد ده صحيح، والأمر مش كده. وكذا همام ضعيف في ابن جريج، همام ثقة أيضا وابن جريج ثقة، ولكن لما يجي همام يروي عن ابن جريج يبقى في الرواية فيها ضعف، مع أن كل منهما أخرجا له.
يعني كل من البخاري ومسلم أخرج لهمام ولابن جريج، لكن لم يخرج لهمام عن ابن جريج. واضح الفرق؟ فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى أو من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من كتابه. بيشوف البخاري ساق السند إزاي، أو مسلم كيف ساق السند، حتى ولو في إسناد واحد فقط. واضح؟ هذا كلام مهم جدا، وكلام ابن الصلاح برضو اللي هيقوله دلوقتي ده مهم أيضا. وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص، يعني راوي، بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفر وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه وروى له، كيف روى له، من الراوي اللي روى عنه، ومن الراوي اللي إيه أخذ عنه. مش مجرد إن هو موجود في الصحيح يبقى خلاص، لا، أشوف الراوي اللي فوقيه واللي تحتيه. وإزاي مسلم أو البخاري ساق هذا الإسناد. تتمة: ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة، ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما، فقال: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا. يبقى مهم من روى عنه أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. وهذا باب فيه غموض. إيه هو الغموض؟ إن أنت تقدر تفرق ما بين الرواة اللي أخرج لهم البخاري ومسلم في الأصل واللي أخرج لهم في المتابعات، وإن تقول الراوي ده لا ما ينفعش أخرج له في الأصل، لا ده يأتي في المتابعات، لا الراوي ده لا ينفع إن يأتي حديثه في الأصل، ده محتاج دراية واسعة، مش أي حد يستطيع أن يفعل هذا. وطريقة معرفة طباق الرواة، وطريقه يعني إن احنا نقدر نفرق ما بين هذا وهذا، معرفة طباق الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، اللي هي علم إيه طبقات الرواة. ولنوضح ذلك بمثال، أضرب مثال على هذا، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، الرواة اللي بيروى عن الزهري 5 أنواع، 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت، ممن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة. هي كده ممن كان، ولا فمن كان؟ فمن كان، فمن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصح، وهو غاية قصد البخاري. يبقى أنت لما تسمع كده على طول الطبقة الأولى، يعني دول أعلى ناس، وهو غاية قصد البخاري، يعني دول اللي البخاري بيبحث عنهم
حتى يخرج لهم في الصحيح. كمالك إمام مالك بن أنس وابن عيينة اللي هو سفيان ابن عيينة ويونس وعقيل الأيليين، يونس بن يزيد ابن أبي يزيد وعقيل ابن خالد، يبقى دول إيه الطبقة الأولى. هو عايز يقول لك إيه، خلي بالك ميز ما بين الطبقات، ميز ما بين الرواة، ده طبقته إيه وده طبقته إيه وهكذا. يبقى الجماعة دول الأولانيين دول مالك وابن عيينة ويونس وعقيل، دول اللي بيخرج لهم البخاري عن الزهري. والثانية شاركت الأولى في العدالة يعني في التوثيق وفي العدالة مثل الطبقة الأولى اللي هي مالك وابن عيينة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، بحيث كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر. كالليثي ابن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن عمرو وغيرهم. الكلام هنا فيه لخبطة، كلام مش مستقيم. الطبقة الأولى مالك وابن عيينة ويونس وعقيل، ماشي. الطبقة الثانية خلي بالك بقى، لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى. زي مين بقى؟ وقال هنا ايه، كجعفر صح؟ لا، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى كالليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد. صلحوها بقى عندكم. يعني ايه الطبقة الأولى؟ دي الطبقة اللي بلغت الكمال في الحفظ والإتقان والعدالة وكذلك طول ملازمتهم للزهري اللي هم مالك وابن عيينة ويونس وعقيل. الطبقة الثانية هم كذلك من الأئمة ولكن أقل قليلا من الطبقة الأولى، وكذلك لم يلازموا الزهري كما لازمته الطبقة الأولى زي مالك وابن عيينة. يعني محدش يستطيع أن يقول إن الليث بن سعد قعد مع الزهري زي ما مالك قعد مع الزهري. الليث بن سعد من مصر من هنا، فكيف يلازم الزهري هذه الملازمة الطويلة؟ لا، يبقى دول الطبقة الثانية، هم أئمة وثقات وعدول ولكنهم لم يلازموا الزهري كما لازموه أصحاب الطبقة الأولى. يبقى إيه تصلحوا الإيه الكلام ده. وهم شرط مسلم اللي هم الطبقة إيه الثانية. يبقى كالليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد وهم شرط مسلم. يبقى هتحذف جعفر بن برقان وسفيان وزمعة والكلام ده.
يقول هتشيلهم دلوقتي. يبقى كأن التعديل هيكون كالآتي: والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى كالليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد، وهم شرط مسلم. واضح؟ الطبقة الثالثة بقى جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول كمعاوية بن يحيى الصدفي، لا، فهم بين الرد والقبول كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن صالح المكي اللي هم في الطبقة اللي فاتت. واضح؟ فهم بين الرد والقبول، وتروح جايب جعفر بن برقان وسفيان بن حسين اللي هم في الأول. واضحة ولا في حد مش فاهم؟ تمام تمام الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة من؟ أيوة، جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وزمعة بن صالح المكي. وهم شرط أبي داود والنسائي. أما معاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى دول هيروحوا فين؟ دول في الطبقة الرابعة. الرابعة قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى الكلبي والمثنى بن الصباح، وهم شرط الترمذي. وضحت؟ أظن مفيش نسخ عندكم بتقول الكلام ده، ولا فيه؟ كل النسخ إيه؟ سامع. في حد مع النسخة بتاعت الشيخ عوامة؟ فيها الكلام اللي أنا بقوله ده؟ الحمد لله. طيب أنا كده صح. لا، في برضه ايه، في حاجة برضه، لأنه هنا خلى ايه جعفر بن برقان وسفيان بن حسين زي ما هما في الطبقة الثانية، وخلى الثالثة زي ما هي برضه. فيه هي النسخة عند السيوطي كده، ولذلك الشيخ عوامة سابها زي ما هي وعلق عليها بقى تحت.
والخامسة نفر من الضعفاء والمذهولين. لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا. والطبقة الخامسة دي زي مين مثلا؟ زي الحاكم بن عبد الله الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم. هذه الطبقة هي إيه؟ الطبقة الخامسة اللي هي إيه؟ الضعفاء والمجهولين والذين لا يصح إيه؟ الإخراج لهم إلا أو تخريج حديثهم إلا على سبيل المتابعة أو الاعتبار والاستشهاد عند مثلا بعض أصحاب السنة، لكن عند الشيخين حتى هؤلاء لا يصح إخراج حديثهم في الاعتبار والشواهد. والله تعالى أعلى وأعلم.